بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال بين أحداث الماضي والحاضر وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من أرض المونديال. خلاص باقي 3 أيام يدوب، ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية المهمة جدا له مع الدحيل القطري في بداية مشوار نتمنى أن يطول بإذن الله. بإذن الله، زي ما قلت لك الأخبار عمالة يعني تزيدنا تفاؤلا الحمد لله. إيه اللي عندك؟ اللي عندي النهاردة التمرين يعني شهد مشاركة إيجابية لمحمد هاني وحسين الشحات، الاثنين دخلوا الحمد لله، وبدأ برضو إلى حد ما الكابتن وليد سليمان. وده يعني ساعد مستر موسوماني على انه تقريبا توصل الى هو بيتسو موسوماني سلم الاتحاد الدولي او اللجنه المنظمه قائمه ال 23 لاعب. صحيح ان وليد سليمان ومحمود وحيد براها والحارس الصاعد حمزه، لكن انتوا عارفين ان نظام البطوله بيقضي انه لو اي فريق قبل المباراه ب 24 ساعه عنده اي ظرف يقدر يستبدل من دول، يقدر يستبدل من اللي موجودين. عشان كده موسيماني كان حريص يجيب كل الناس المتاحه معاه، ده تصرف سليم. يعني النهارده برضو ده خبر تاني كويس، اتعملت مسحه الظهريه للبعثه بالكامل. النتائج اللي ظهرت لحد دلوقتي كلها سلبيه، كلها الحمد لله، فاضل بس نتيجتين معلقين لسه، مش معلقين يعني هيجوا تباعد يعني. انما كله تمام. تمام. طمنت. الحمد لله كله، وباذن الله يجوا يعني المسحتين اللي فاضلين باذن الله برضو يجوا سلبيتين. طيب كمان من الصبح بقى الخبر اللي كان سعيد، شوفوا حجم التقدير الدولي للنادي الاهلي، وشوفوا قيمه الحدث اللي النادي الاهلي موجود فيه، وشوفوا قيمه ومكانه رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. لما الاتحاد الدولي لكره القدم يبعت لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب عايزين التيشيرت بتاعك بتوقيع منك، عايزين فانيله الاهلي بتوقيع من الكابتن محمود الخطيب لوضعه في متحف الاتحاد الدولي لكره القدم في السيكشن الخاص ببطوله العالم للانديه. وده اول مره، يعني هيتحط تيشيرت لرئيس نادي مصري افريقي حتى افريقي في هذه البطوله. فهيبقى هو برضه كدأب النادي الاهلي وقيادته، هو الرائد واول فانيلا هتتحط في هذا المتحف، وهو كان حريص يكتب كلمه يعني دعواتي والنادي الاهلي لكل اسره كره القدم لكم بالتوفيق دايما. ايوه، والحقيقه هو تقليد جميل، لان طالما انك عملت متحف يبقى ده بيوثق لذكريات كثيره يعني. ده ياخدنا للامل في متحف النادي الاهلي بقى. ما احنا كلمناه فيه، وقال ان باذن الله هيكون، شوف هو ده قرار خلاص، ان مع الاستاد الجديد والمنشات الملحقه به هيكون في المتحف على اعلى مستوى باذن الله تعالى. كمان كان النهارده الاهتمام بالنادي الاهلي كبير، في اتصالات كانت دايما للجنه المنظمه مع المهندس خالد مرتجي، وكان المهم كمان اطمئنان الكابتن محمود الخطيب بمواصلة العمل والاتصال بالعميد محمد مرجان. والحقيقة واحنا سمعنا صوته واتكلمنا معاه، ربنا معاه ويعجل بشفائه بإذن الله. وهو يعني الكابتن بيتعمد يسند له بعض المهام وياخد رأيه، وقال له طب انت كمناصق أمني تحب ترشح مين يعني في الظرف اللي انت فيه؟ في العميد محمد مرجان جاي كمنسق أمني في البطولة، هو المندوب الخاص بالامور الامنيه بين الاهلي وبين اللجنه المنظمه، فطبعا اوكل الى الملف ده كله الى الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، يكون همزه الوصل الامنيه في كل الامور التنظيميه مع اللجنه المنظمه والاتحاد الدولي. الناس تحب تفهم يعني ايه منسق امني. منسق امني دوره مهم جدا جدا جدا، لانك انت زي ما في منسق اعلامي ومنسق تسويقي، المنسق الامني لانه في كل ما يتعلق بتعليمات الامن بيكلموا شخص واحد، ها، ويراجعوا معاه مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الامنيه.
حد من الجماهير، حد مش عارف ايه يعني. ف اختيار الاستاذ طارق قنديل كعضو مجلس اداره برضه في ميزتين، ان هو على مصدر مسؤول وعلى اتصال دائم او متواصل او مع رئيس البعثه ورئيس النادي، وفي نفس الوقت مستوى من الخبره يسمح انه ياخد قرارات يعني رصينه في اوقات مهمه. طيب النهارده كمان مجلس اداره النادي الاهلي في القاهره، انا بالاستاذ خالد الدرندالي امين صندوق النادي وبعض اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين في القاهره، بوضع اكليل من الزهور وقراءه الفاتحه تابينا لذكرى شهداء النادي الاهلي رحمهم الله، لن ننساهم. ودي الجمله اللي كل الناس يعني حريصه انها تتذكرهم بها، ولكن هم يعني ترجموا حبهم للنادي الاهلي بهذه التضحيه الكبرى. ما كانوش عاملين حسابهم طبعا، لكن مؤكد كان في مخاطر ما يعني لم تردعهم من التوجه الى هذه المباراه المشؤومه. رحم الله شهدائنا وصبر اهاليهم يا رب. الف رحمه ونور على شهداء الاهلي الابرار الابرياء، وربنا يتولهم بوسع رحمته يا رب، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان باذن الله تعالى. طيب المردود الصحفي بقى، عايز اطمنك في جوله سريعه كده، المردود الصحفي في صحف القاهره عن مشاركه الاهلي، ازاي الصحافه المصريه سريعا شايفه مشاركه الاهلي؟ البدايه من جريده الاخبار، الجنوب افريقي يظهر العين الحمراء وعلقه للاعبين في الدوحه على الحمل البدني الشديد اللي بدا بيه. وعين حمراء وعين خضراء ده شغل فني. ليه بيظهروا التدريب وكانها عقوبه؟ يعني انما يعني هو عنوان اعلامي كويس. طيب يعني الاخبار المسائي على قدم وساق، الاهلي يواصل الاستعداد لمواجهه الدحيل وهاني يقترب من العوده. رجع بالفعل الحمد لله، رجع هاني وشارك النهارده. قلت لكم المهندس عادل قال لكم في البدايه الخبرين السارين النهارده، ان حسين الشحات بعد الحمد لله تعافيه من الشد العضلي في العضله الخلفيه، وكمان محمد هاني، والاثنين شاركوا وتحت امر المدير الفني. الاهرام قالوا موسيماني غاضب من وزن اجاييه ويدرس ضم الحاوي بدلا منه. اجاييه وزنه زياده شويه، ما اعرفش. انا شايفه في التمرين وزنه زياده شويه. انت لاحظت كده؟ طيب يبقى من حقه يغضب. اجاييه لاعب مهم. بص اجاييه لاعب مهم جدا لو وصل لمستواه واحد من اهم اللعيبه طبعا، بس لازم يبقى عنده كمان الوازع ان هو عايز يرجع لمستواه. النقطه الثانيه مساله وزن اللعيبه، الناس بتستخف بيها، لكن ده من اهم الحاجات، لان كل كيلو بيعمل حمل على اللاعب ومعادله الجري بيبقى بيترجم الى ارقام كبيره. فكل المدربين كانوا بيدوا يعني غرامات على الميزان. يعني كابتن جوهر يمكن اكتر المدربين اللي كان بيبالغ في الحته دي. كل يوم كان يوزن اللعيبه والكيلو مش عارف بكام، الكيلو زياده. فمراقبه اوزان اللاعبين، وده اللي احنا بنقوله، اللاعب ليس مهاره فقط. طبعا اللاعب التزام واراده وصبر ومعاناه وتضحيه. ما انت عشان تحافظ على وزنك بتضحي بحاجات كتير بتحبها ومش يعني بتقاوم نهمك لما تحبه من مأكولات وعاداتك في الخروج والفسح كل دي. لازم اللعيب المحترف خلاص يعرف ان كل تصرف بيعمله هو بيترجم جزء من تأمين مستقبله. فقدرته البدنيه ولياقته ده جزء اساسي من الشغلانه، كل اساس كل حاجه. صحيح. وانت هتقعد تتكلم رقصتك واشرب وخد انت هتجري، انا وانت هنجري. صحيح. انت لعيب قوي وانا راجل غشيم بس سريع وقوي. مش هتشمه. طيب الجمهوريه قالت بعد استعاده هاني والشحات الاهلي بالقوه الضاربه في مواجهه الدحيل، وقالت كمان الحمر يتدربون على ملعب جامعه قطر والشياطين يشاركون في حمله الفيفا. اللي هي الفيديو كونفرنس اللي حصل في التعارف تقديم كل الوفود من خلال الفيديو كونفرنس اول امبارح. لا انا تصورت ان فيفا بيطلق حمله معينه اخلاقيه او حاجه. لا. طيب. لكن هي القوه الضاربه الحمد لله اكتملت. يا رب تكمل على كده، احنا قدامنا دلوقتي ثلاث اربع ماتش الخميس. يوم الاربع فيه مسحه اخيره. طبعا. مسحه المباراه. دي المسحه الرسميه للعيبه تحديدا وجهازهم الفني. مين اللي هيدخل الماتش ومين مش هيدخل.
فان شاء الله تكون بمناسبه بقى مين هيخش الماتش مين مش هيدخل. يعني بص الناس درجه الحرص على الاجراءات الاحترازيه، ما فيش واحد هيخش بتذكره من غير ما يتحلل له، لكن هيتحلل له وهتبان النتيجه بعد 35 دقيقه 15 دقيقه قال له 35 ولا 15 دقيقه يا ابراهيم 15 قال له 35 عليا ب 15 طيب ماشي. المهم يعني في فتره وجيزه لا تتجاوز من ربع الى نصف ساعه ياخدوا منك العينه يطلع لك النتيجه يديك التذكره. مش هتاخد التذكره الا بالعينه السلبيه يعني بالشهاده اللي بتقول ان عينتك سلبيه. هو مبدئيا اخذ التذكره، يعني حجز التذكره واخذها، حجزها بس ما استلمهاش، بس هو علشان يدخل الملعب هيستلمها بعد الحجز. يا استاذ ابراهيم هتقعد تناكف فيا، احنا مش في الاعلان دلوقتي. احنا في المسحه. انا اللي اتقال لي بقوله. وبعدين انت فضلت قلقان من المسحه لغايه لما النتيجه طلعت. الحمد لله. فخلاص صوتك عالي. طبعا طبعا. اقول لهم صوتك قبل الحلقه لا لكن خافت جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يشفينا جميعا ان شاء الله ويجنبنا اي. هو عموما برضو فكره الفقاعه الطبيه اللي احنا فيها وهذا الحظر الطبي الشديد جدا فرص العدوى قليله، لانه مبدئيا كل الناس اللي موجوده الا اذا كان حدثت اي طوارئ. يا رب الا يتسلل الفيروس من خلال حد باي طريقه. ما احنا خلي بالك ما احنا عندنا في هنا ناس عمال وناس بتاكلنا وناس بس دول مقيمين حتى لو مقيمين يعني هو يعني هو الفيروس ده خلاص بيختار خليها على الله واعمل اللي عليك فلناخذ بالاسباب عشان ما حدش يلومنا وما نلومش انفسنا. احنا مدركين حجم المسؤوليه وكل الناس يعني ملتزمه جدا بهذه الاجراءات. وزي ما قلنا لكم امبارح الكوره راحت بعيد ممنوع، جه الامن جري قال لهم محدش يتحرك من مكانه. ده العامل الاول بتاع الاهلي راح قالوا له لا ما تخرجش انت مش لابس كمامه. والاستاذ جمال جبر الذي تولى وسام حسن قالوا له لا. الاستاذ جمال جبر الذي تولى المهمه لمده 24 ساعه لحد ما يستقر على مين اللي هيتحمل المسؤوليه، لان مع انطلاق البطوله الاستاذ جمال هيبقى عنده مسؤوليه ثانيه مهمه جدا في كمنسق اعلامي مش هيبقى فاضي بقى للدورين يعني فكان لازم بسرعه يتم اختيار حد. لكن الاستاذ جمال بقى امبارح طبعا لبسناه لواء ومارس سلطاته القمعيه ضد الجميع. حتى اللي كان عايز يتمشى حوالين التراك قال له ممنوع اتفضل اقعد منع مع كل المستويات. طيب المسا قالت قبل اللقاء الدحيل موسيماني حائر في اختيار مهاجم الاهلي، المدير الفني يميل للدفع ببواليا واشراك شريف وارد ومروان احتياطي، تختار مين من الثلاثه؟ انا؟ وانا اختار ليه؟ ايه المسؤوليه الصعبه دي؟ الثلاثه عندهم جداره بانهم يعني يعملوا المهمه كويس، الثلاثه فيهم سرعات، الثلاثه فيهم مهاره، الثلاثه فيهم يعني قوه، لكن يمكن كل واحد ليه باسلوبه، يعني شريف تشعر انه هادي هادي في مواجهه المرمى يعني. بواليا لسه محتاج يعني متسرع انه يثبت وجوده، ولذلك كل الناس كانت بتقول له يا عم انت لعيب كويس ما مش بس في فتره الترفيه الظهر شريف لعيب بينج بونج هايل. مين؟ شريف. شريف كل بص انا فوجئت النهارده كان في ماتشات تنس طاوله في الصبحيه كده لحد قبل الغداء. المجموعه الطبيه لا بيلعبوا كويس كله. الدكاترة بس الدكتور عبد المجيد لا موافق، عبد المجيد اكثرهم حماسا. والدكتور ابو عبله برضه ناشط جدا، بس اللي هو تحس انه عنده سيستم وكان بيزارك كان بيلعب. اللي محترف مين؟ المحترف تنس طاوله اللي هو الدكتور لا من اللعيبه سعد سمير. لا سعد سمير بقى سعد وشناوي اتضح. بص سعد وشريف وحسين وحتى كهربا عنده مهارة، محمود وحيد ممتاز صحيح. ما انا دي لعبه انا اقدر اقول رايي فيها. انت كمتابع كخبير لا لا والشناوي هو الشناوي وسعد الشناوي بس إيه؟ هو سعد بقى كهين يعني بيتقل عليه لا كلهم عايزين يشوطوا متحمسين، هو عارف امتى يهدي وامتى يسرع وامتى يشوط وامتى يدافع فيعني ده جو يا جماعه زي ما قلت لكم دي اجواء البعثه من الداخل في لحظات في فترات
الراحة، فترات الاسترخاء، فترات الترفيه، انه يطلع يلعب تنس طاولة، يلعب بلاي ستيشن، يخرج شوية من الحالة. لان انا بقول لكم احنا في حالة حصار كامل، ممنوع حد يخرج من الباب وممنوع الباب يتفتح لحد. طب ما قلتليش مين في القناة في اللعيبة؟ محمود عدلي. محمود عدلي يعني طب هو محمود عدلي وإيهاب الخطيب مين اللي كسب؟ بص هو واحد الاثنين القيادات بتوع القناه. مين اللي كسب؟ انا لا محمود في الاخر كسب. محمود عدلي، محمود هو ظهر في التسلسل برضو. المسؤوليات برضو الاداري له علاقه بالمهاره. لا كان يوم جميل ولطيف يعني في ترفيه الصبح، ولفت نظري ان الجهاز الفني حاول مدرب حراس المرمى اسمه المهم يعني حاول يلعب بعدين لينكون. قال لهم لا انا مش بتاعتي. دي بس هم يعني ركزوا مع البيبي فود. وكانت عركه. ايوه خدوها جد جدا، وجوزه مع البلاي ستيشن. بس هي كانت بعد المسحه. شوف يعني الفتره الترفيهيه دي مهمه جدا جدا في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها. الحقيقه كان فيها فن وخرجت اللعيبه من بعض الزهق شويه، من بعض الزهق بس هي ما خدتش اكتر من حقها. يعني نص ساعه وخلاص. ما خلاص مع السقفه كده، اللي لحق يلعب يلعب خلاص كده كفايه كويس، يلا غدا مع السلامه. لما جه سامي ومصان قال لهم يلا يا كباتن. طيب دي كانت بعض الكواليس، لكن انا اقول لكم العنوان الاخير كان في المصري اليوم: يا اهلي واصل مشوارك، المجد في انتظارك. حلو. يا رب نواصل مشوارنا، البطولة مجد حقيقي. هذه كلها بتعتمد على ضربة البداية. على ضربة البداية، ضربة البداية مهمة جدا. اشمعنى؟ لا هي المفتاح. امبارح كابتن وائل جمعة قال لك ايه؟ فكرنا في كل حاجة ما عدا ماتش الافتتاح. فما كملتش في أي حاجة. طيب أنا هقول لك سريعا بعض المقالات اللي في صحف القاهرة، وحشتنا المقالات عشان نشوف رأي المهندس عدلي فيها، لأنه كمان الرأي الأولاني كان في جريدة الجمهورية. الأستاذ محمود معروف: المصريون في الخليج حاجة تفرح في التشجيع الأهلي، وقال ما يقرب من 10,000 كانوا في استقبال بعثة الأهلي لدى وصولها. لكن اللي أنا استوقفني قال لك هي يعني كلهم مصريين خرجوا لاستقبال الأهلي، فهو بالنسبة لهم حاجة حلوة من ريحة مصر، وطالما أنه من مصر الغالية فيجب علينا نحن أبناء مصر في قطر والخليج وكل دول العالم علينا جميعا أن نخرج ونستقبل. وبيقول أنه اللي حضروا حوالي مثلا 10,000. استاذ محمود معروف بيقول مؤكد انه مش كلهم اهلاويه، ومش مؤكد ان في جماهير تانية. طبعا شيء رائع جدا يكون بين المصريين كلهم هذه المشاعر الطيبه في استقبال بعثه مصريه جايه تشارك في كاس العالم. احنا ده اللي نتمناه، فده شيء كويس. لكن للحقيقه الرقميه بقى يا استاذ محمود، هو لو 10,000 يبقوا كتير على انه جمهور الاهلي يكون في الدوحه 10,000. أنا سألت فلقيت رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة المسجلين 65,000 مشجع. وهو الأستاذ زي ما قال لك أنا مسؤول في الرابطة، وهو اللي كان عامل التنظيم بالزبط. لكن فليكن. تعرف أنا أنبسط قوي قوي لو كان في جماهير بخلاف جماهير الأهلي. أيوه. سواء من الزمالك أو إسماعيلي أو أي جماهير كويسة. مش بس الروح، لأن إذا كان الجماهير المنافس تستطيع بهذا الحماس تقول لك من الثالثة شمال بنهد جبال ويغنوا مع الجمهور الأهلي بهذه القوة الحماس، والله العظيم ده احنا يبقى قال ابو اهلي خلاص. لا من غير كده ده نبقى احنا في ارقى مشاهد الممارسة صحيح. الرياضية صحيح. امال اللي احنا شايفينه ده صحيح. يا رب نوصل للحظة دي. صحيح. وقال كمان الأستاذ محمود معروف انه الامل كل ان كل الجماهير ان شاء الله تكون موجودة خلف الأهلي في البطولة. الأستاذ جمال هليل في الجمهورية قال ضربة بداية ساخنة، وقال ان الاستقبال الكبير والاسطوري للاهلي في مطار الدوحه يعكس الحجم الكبير لفريق الاهلي على الساحتين العربيه والافريقيه. الاهلي الكبير ببطولاته وانجازاته، المليء بنجومه الكبار وباسمه الذي يهز ارجاء المعموره، ووجوده فوق راس قائمه الانديه الفائزه بالبطولات محليا وقاريا، كل ذلك يرفع من اسهم الاهلي في كاس العالم للانديه. جماهير الاهلي في قطر عكست باستقبالها الرائع هذا الاسم والتاريخ، واكدت أن بوادر تنجيح بطولة نجاح بطولة العالم داخل الملعب على اعتبار أن الدعم الجماهيري سيكون عظيما في المدرجات. وهو ده المؤشر الإيجابي اللي تاخده من هذا الاستقبال. الحرص على التواجد، والحرص على إن كل مكنون العاطفة والتمني ينطلق بال
الصدق اللي كان طالع بيه المشاعر صحيح لفت نظري جدا جدا جدا. فده مؤشر ان في المدرجات هنشوف برضو هذا الشغف وهذا الحرص وهنشوف هذا الحماسة. ولو الاهلي باذن الله كمل لمصلحة البطولة والله لمصلحة البطولة باذن الله ان شاء الله الجمهور ده بكل الحماسة دي على اعتبار هيبقى الجمهور المصري متواجد ما هو انت في كل المباريات ما انت شفت التذاكر واللي حصل فيه ايوه يعني نتمنى ان الاهلي يكمل نتمنى باذن الله فرصه موجوده موجوده في الجمهوريه ايضا او في مصر اليوم بقى صديقك الدكتور كرم كردي قال مصري وقطر وقال تابعته من يوم السبت وصول بعثه النادي الاهلي ولقد شعرت بالسعاده والوطنيه وحب المصريين بالخارج لكل ما هو مصري ارى ان هذا الاستقبال الرائع للفريق المصري شيء يستحق الإشادة والإعجاب ويذكرنا بالحضور الجماهيري الكبير والمساندة لقرار منتخب مصر في كرة اليد في كأس العالم أيضا في قطر 2015 كلنا أمل في أن يؤدي النادي الأهلي المصري مباريات جيدة في قطر ويسعد ويرفع رأس آلاف المصريين المقيمين هناك فمن المؤكد أنهم في حاجة إلى الفرحة وبيقول كانت دائما الجماهير المصرية مهما قل عددها مؤازرة لفريقها وتزحف وراءه في كل مكان مرة أخرى تمنياتنا ودعائنا أن ينجح النادي الأهلي المصري في إسعاد الجماهير المصرية في قطر وفي كل مكان. مقبولة منك يا دكتور كرم. مقبولة منك. بص بذكاء كده راح مفكرنا بطولة العالم لكرة اليد اللي شارك فيها الزمالك. لا وهو كمان لو تذكر كان راح معانا اليابان. هو جالنا في اليابان. أيوه. جالنا. بالظبط. وكان حريص إن يكون ما وراء الأهلي. لا يا دكتور كرم شوف هو زملكاوي مش عايز أناقش. صحيح. لكن بعيداً عن الزمالك لا هو موقفه بيروح ورا الاهلي وبيحب يتفرج عليه وكان اقرب اصدقائه الحقيقيين كابتن ثابت البطل كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه صحيح صحيح صديقك العزيز بقى الاستاذ ماجد نوار اتكلم باهتمام شديد جدا على اهميه هذه المباراه واهميه البطوله وقال ان احنا نسعى بكل قوه او الاهلي يسعى بكل قوه لتقديم عرض يليق بالكره المصرية وتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا عن جدارة. أيضا الشناوي لموقع الفيفا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن الفريق اهتم الفيفا بنشر حوار معاه قال فيه أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية. وقال موقع الفيفا إن محمد الشناوي كشف كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى كشف عن أمالي وطموحاتي في كأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها. نشر الموقع الرسمي للفيفا تصريحات للشناوي تحدث عن مشاركة الأهلي في البطولة أكد أن الفريق عازم على تحقيق إنجاز رغم صعوبة المنافسات وقال أن الأهلي داخل بكل تركيزه وبكل قوته عشان يقدم صورة طيبة عن كرة القدم في النادي الأهلي كلام مسؤول يعني راجل كابتن فرقة وهي مين مش عايز يكون مشارك في هذا الحدث أنه يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة صحيح كريم بضيف لاعب الدحيل القطري قال الأهلي غني عن التعريف ونملك هجوما شرسا كل الكلام عن قوة هجوم الدحيل يعني بإذن الله هنعرف نتعامل بإذن الله طيب أيضا يمكن المهاجم الكيني للفريق القطري يتحدث هو الآخر أولونجا أنه روح التعاون داخل الفريق أهم ما يكون وبيقول أنه الأهلي فريق كبير جدا واسمه في القارة يكفي عن أي تعريف المدهش إن الموهبة ملهاش وطن يعني الكرة الكينية مش كرة متقدمة يعني أي. لكن فيها لعيب مهم زي الراجل ده صحيح زي ليبيريا مع أفرازة جوروية ويعني اللعيب ما انتش عارف الموهبة تطلع لك منين فالراجل يعني واضح إنه سامع عن النادي الأهلي وعارف عنه كل حاجة يعني. طيب هي بالتأكيد ان الكل ذاكر المنافس بيتسو موسيماني ذاكر الدحيل كويس جدا حفظه لعيبه الاهلي بشكل كويس قوي ومؤكد على النسق الثاني ايضا المدير الفني الجزائري للفريق القطري عنده نفس التركيز في مذاكره الاهلي ويبقى التوفيق ان شاء الله يوم الخميس باذن الله حليف الاهلي هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم وكواليس مهمه جدا من ارض المونديال اهلا بحضراتكم من جديد رجعنا لكم معانا على الهاتف الزميل الكبير العزيز الاستاذ فايز عبد الهادي الاعلام المصري المشرف في منطقه الخليج العربي على مدى
عقود يا باشمهندس. ده راجل محترم ويعني التقينا مع بعض وانا كنت مسؤول في النادي الاهلي وكان في مستهل يعني بدايته. هو من 78 وهو هنا في قطر. ما انا بقول لك يسر الاعلام يعني العربي كله. استاذ انا كنت عضو مجلس اداره في 76 والراجل تعرفت عليه. مساء الخير يا استاذ فايز واهلا بيك على شاشه الاهلي. انا سعيد جدا ان انا بشوفكم ولو بعد المسافه، لكن مع ذلك انا سعيد بان الملك والملك لان مفيش كتابه النهارده. ربنا يخليك، انت اللي وحشنا كتير الحياه ويهمنا دايما نطمن عليك. والظروف حكمت رغم ان احنا تمنينا ومن ضمن امانينا كنا نتمنى فوز الاهلي كي يحدث اللقاء بعد غياب. طب الحمد لله، يعني اتمنينا كمان امنيه لان واضح ان ربنا بيستجيب لك يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تشرفنا بيكم وتشرفنا باللاعبين والنجوم. ويعني بدايه احب الحقيقه الاول ان انا يعني اشارك في بمشاعري في العزاء لشهداء الاهلي ال 72 اللي كانوا بورسعيد في بورسعيد والاثنين اللي كانوا في ميدان التحرير. كما ان انا اتمنى ان شاء الله الشفاء للاستاذ العامر فاروق نائب رئيس النادي، واتمنى الشفاء لمدير النادي هنا كي ان شاء الله نتمتع بالاقامه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ فايز، انت واحد من ساهموا بقدر كبير جدا في اسراء الاعلام الرياضي العربي الحقيقه في منطقه الخليج كله، عبر عايز يعني اتذكر تقريبا من نهايه السبعينات وانت موجود هنا في الخليج العربي، مش كده؟ والله انا يمكن انا بسير بحبي للنادي الاهلي، حب النادي الاهلي الحقيقه هو اللي فجر فيا كل الابداعات وكل الطاقات. أيوة. وساعدت على ان احب الاهلي باستمرار وافكر كل ما اتمتع به من اي مواهب. حب الاهلي هو اللي بيزيدني تالقا وتقدما. ربنا يا سيدي يزيدك. انا سعيد الحقيقه بتواجدكم في كاس العالم للانديه، لان ده كان حلم بنتطلع للوصول اليه بعد غياب 7 مواسم تحقق بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا. هدفنا الان اضافه انجاز جديد للنادي الاهلي، ونتطلع لكتاب التاريخ الجديد من خلال المشاركه الثابته للنادي في هذه البطوله. استاذ فايز عن الحضور الجماهيري الاهلاوي في استقبال بعثه النادي الاهلي، لكن اعتقد بان الحضور الجماهيري ده بيتكرر على مدى 45 سنه في حضور هنا من خلال تواجد كثير من الفرق النادي الاهلي، لاعيبه النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي. والحضور الجماهيري الحقيقه يعني احب ان انا اوضح ان هو كان رساله جديده للعالم بين مونديال قطر 2022 سيقام في نهايه العام المقبل، سيكون عاملا بالجماهير من جميع الجنسيات، بطوله واحده، نادي واحد، شهد اقبالا قياسيا على تذاكر الدخول، فما بالكم بكل منتخبات. يا استاذ فايز، استاذ فايز عايز اقول لك احنا يعني لو ربنا وفقنا وتجاوزنا المباراه الاولى سنلتقي ببايرن ميونخ. انت تذكر ان احنا جينا لعبنا مع بايرن ميونخ، حضرت المباراه دي هنا من 3 سنين او 4 سنين كده. ايوه بالظبط. ذكرياتك معاها ايه؟ الحقيقه انا كان الكل متخوف من هذه المباراه، متخوف من ان بايرن ميونخ سيحصد مجموعه من الاهداف الكثيره، ولكن الاهلي بمفاجاته الكبيره بنجومه الكبار استطاع انه يبطل مفعول هذه المفاجاه. استاذ فايز، انت واحد من نجوم مجله الصقر اللي هي كانت واحده من اهم المشروعات الاعلاميه الرياضيه يمكن في تاريخ الاعلام الرياضي العربي، واستمتعنا لسنوات طويله بابداعاتك فيها. اتذكر حوارك مع كابتن صالح اكثر من مره عليه رحمه الله، مع كابتن الخطيب اعتقد اديته غلاف الصقر اكثر من مره. كلمنا شويه عن ذكرياتك، وكمان مع المهندس عادل القيعي اعتقد كان ليك صولات وجولات معاه. الحقيقه يعني نبدا بالقريب حاليا الاستاذ عادل القيعي. ايوه. يعني سنين طويله وانا يعني بتمتع بوجودي وجلساتي معه، استفدت منه كثيرا من خلال حديقه النادي الاهلي، استطعت عن طريقه ان انا اتعرف على كثير من رموز النادي الاهلي، والحقيقه توضدت علاقتي معهم لسنوات طويله. الاستاذ عادل اساسا ناقد رياضي ويكتب في صحافه رياضيه، وانا اعتقد بان النادي الاهلي يعني اخذوا من الصحافه الرياضيه.
يعني كابتن الخطيب وحضوره في منتخب العرب، اعتقد انت شاهد كنت على الفتره دي. انا اعتقد بان يعني اتذكر كابتن صالح سليم اولا طبعا كان موجود على راس باسه النادي الاهلي اللي شاركت في افتتاح ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، واعتزال كابتن قطر ماجد الصايغ بحضور كابتن صالح سليم قاعد في المدرجات وحضر المباراه بالكامل، كانت عام 1985. الواقعه اللي يمكن بتذكرها في هذه المباراه وفي وجوده انا بجلس خلف الكابتن صالح، كان غاضبا جدا عندما تقدم العربي 3-0 في الشوط الاول، وكنت اجلس خلفه ووجدت كل ملامحه كانت تغيرت بسبب خساره في شوط واحد 3-0. ولاول مره انا كابتن صالح ينزل بين الشوطين في غرفة الملابس وعينك ما تشوف إلا النور، وتمكن الأهلي بعد هذه النزولة من إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل ب3 أهداف لكل منهم. الخطيب كان له مشاركة تاريخية الحقيقة في الدوحة عندما اختاروا المدير الفني الكابتن عبد المنعم الحاج المشاركة ضمن المنتخب العربي لكرة القدم وفي 81. واستطاعت الجماهير ايضا ان تاتي الى الفندق وتاتي في كل مكان به الخطيب، وتاتي الى المباراه اللي كانت ضد منتخب نجوم هولندا وكي تحيي الخطيب. فالخطيب دائما يعني الحقيقه بيحيي مثل هذه الاحتفالات مثل هذه المباريات. طبعا كله يعني يمكن وقع برضه تتذكرها، يعني الجماهير كلها قالت بيبو بيبو بيبو، وكل واحد يقول لك يعني ساب اللعيبه وساب الجمهور وساب كل حاجه جمهور وركز على بيبو بيبو بيبو. ف يعني انا بتذكر يعني برضه حصلت نفس الموضوع ده، حصل في القاهره اثناء ما انا كنت موجود وبغطي الكره والملاعب، ان كانت هناك جلسه مع مصطفى عبده ومحسن صالح، الاثنين قالوا يعني الحاجه غريبه كله بيقول بيبو بيبو، يمكن عشان كلمه بيبو سهله فاحنا كل واحد يسمع مننا اسم. محسن صالح سمى نفسه سيو ومصطفى سمى نفسه صاصا. ومحدش نادى عليهم برضه. بقوا يحرزوا الاهداف نفاجئ بان الكل بيقول بيبو بيبو فمفيش فايده. حب الجماهير لبيبو حب من عند ربنا صحيح وبيتضاعف مهما تقدم به السنه. صحيح. مباراة الخميس بقى وانت يعني مطلع على كل التفاصيل الفنية سواء للدحيل ومتابع اكيد الاهلي بشكل خاص جدا، شايف مباراة الخميس ازاي؟ يعني هي طبعا بتشبه مباراة الكؤوس وكل شيء بيبقى وارد في مثل هذه المباراة، مباراة واحدة، لكن لو فاز الاهلي ان شاء الله بتكون خطوة رائعة، ولو وصل نصف النهائي سيكون انجازا عظيما، ولو فاز بعدها باللقب سيكون انجازا فريدا وقياسيا. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يعني بعد 3 فوزات بكؤوس على مستوى افريقيا وعلى مستوى مصر ووصوله الى كاس العالم، ان شاء الله نتمنى له ان يكمل المشوار. يعني الاهلي لا يشارك لمجرد المشاركه او لمجرد التكريم، ولكن يجب الان وفي النسخه السادسه من مشاركته في المونديال ان يحرز انجازا جديدا. ننتظره بفارغ الصبر. استاذ فايز نشكرك كثيرا ونتمنى لك التوفيق، واسعدتنا بهذه المداخله وقلت لنا بعض الذكريات الجميله. متشكرين جدا جدا. انا بشكرك الحقيقه استاذ عدلي، واهلا بكم في الدوحه على امل اللقاء ان شاء الله في اقرب وقت. نلتقي في القاهره باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. التفوق والتالق ان شاء الله. شكرا جزيلا للاعلام المصري الكبير الاستاذ فايز عبد الهادي. واحد من اللي اسروا الاعلام الرياضي العربي. لا راجل راجل محترم قوي قوي الحقيقه، يعني ليه تجارب يعني في الصحف في بداياته. ايوه يعني ما بيلحقش ان هو يتقمص ادوار يعني. أيوة. فبيبقى على طبيعته. وهو كان راجل نفسه هادي ملتزم جدا، ما كانش لحوح، لكن كان بيعمل اللي هو شغله بيعمله صح. أيوة. بدون الحاح ولا ضغط، هو نفسه هادي. ايوه راجل محترم جدا. فاحنا سعداء ان احنا يعني. الراجل ده يعني فكرنا بشويه حاجات، يعني انا ابتديت اتذكر ملامح حديثه معايا في مجله الصقر. طبعا نتمنى له. صار كان مشروع اعلامي رائع. كان اول مجله رياضيه بالمستوى الكبير. صحيح. ده صحيح. يغطي العالم العربي كله. يعني لكن
نعود الى المونديال. نعود الى التوقع بتاع مباراه يوم الخميس. الكل يراها مباراه تحتمل كل النتائج. شوف فنيا الناس بتتكلم في حاجتين يا باشمهندس. انه الدحيل فريق على المستوى الهجومي قوي جدا بالذات في الطرفين، جناحين هايلين جدا وراس حربه بارع، لكن الكل يتحدث انه دفاعه اقل بكتير من مستوى هجومه، خد بالك. فبالتالي هل انت بتتكلم في صراع قوه هجوميه مع قوه دفاعيه، شايفها ايه؟ لا انا ما اقدرش اقولها كده يعني. عندهم هجوم مميز وكل حاجه، لكن مش بالضروره الماتش ده يمشي بالطريقه دي. ان هجوم ضد دفاع ضد، لا، بس النادي الاهلي يستطيع بخبراته انه ياخد المباراه في ايقاعه هو. ايوه يفرض كلمته، لا يستدرج الى قاع المنافس، يفرض كلمته، يفرض شخصيته، يفرض اسلوبه، يفرض يعني يفرز خبراته. فاعتقد ان المذاكره اللي بيعملها الجهاز الفني وقطعا بيشرك اللعيبه في اليومين اللي فاتوا دول فيها، اعتقد انها سوف تسفر على مباراه فيها قدر كبير من الوعي التكتيكي على الاقل يعني. طيب خليني بقى نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هسال المهندس عادل القيعي لو هتحط التشكيل تقدر تعلن عنه ولا لا. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم لارض المونديال، ومعنا على الهاتف يا باشمهندس المحلل الرياضي الجزائري الرائع حكيم سبع. كابتن حكيم اهلا بيك. مساء الخير استاذ ابراهيم، ومساء الخير لكل الاشقاء المصريين وخصوصا الجمهور العريض لنادي القرن النادي الاهلي. استاذ حكيم انا عادل القيعي واحييك، وبنستمتع بقدراتك التحليليه وجهات نظرك. وقبل مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا كنا نستشعر ان ليك وجهه نظر مسبقه في نتيجه المباراه، كيف كانت وعلى اي اساس بنيت وجهه نظرك دي؟ والله العظيم اولا قبل كل شيء اسمح لي يعني ارحب بالنادي الاهلي في دوحه العرب، ونتمنى ان تكون هذه البلد المضيافة فعل خير على النادي الأهلي ليتوج أو يكون له مسار جميل جدا إن شاء الله أكثر من السابق في المونديالتو أو كأس العالم الأندية. فيما يخص كلامك الطيب عني وعن شخصي وعن مكنوناتي للنادي الأهلي، فأولا هذا شيء طبيعي لأي جزائري أو عربي، لما يكون نادي كبير كنادي الأهلي يجب أن يحترم هذا النادي، وبعدها سيتابع ثم يحترم وثم يحب. لكن قراءتي بمسار النادي الاهلي في ابطال افريقيا كانت على شقين، شق عاطفي لاني احترم هذا النادي واحبه كثيرا مثل كل الجزائريين، والشق الفني باني متابع ومحلل للدوري الافريقي والدوريات العربيه، فكان من البديهي مسار النادي الاهلي في النصف النهائي كان يستوجب تحليليا وفنيا حتى يعني احصائيا انه كان هو الذي له الافضليه في التتويج بما مقاسا بما بمباراتين الذهاب والاياب ضد الوداد المغربي، وخصوصا ان النادي الاهلي تاريخيا لما يصل النهائي امام الزمالك او يلعب امام الزمالك في اي مباريات افريقيه الا وتكون الكلمه الاخيره للنادي الاهلي. ايوه يعني استندت الى الجوانب الفنيه والتاريخ. اكيد طيب. الجوانب الفنيه طيب بعد التاهل بقى الجوانب الفنيه، فان النادي الاهلي في النصف النهائي سيطر ذهابا وايابا على الوداد البيضاوي. حقيقه هو قبل في دوري المجموعات لاقى صعوبات بعض الشيء، ولكن لما وصل الى اخر يعني الفينش لاين النادي الاهلي هنا ظهرت شخصية البطل، شخصية النادي الذي لما يصل إلى مباراة نهائية أو مباراة فاصلة لا يمكن إلا أن يقول كلمته حتى لو كان في أسوأ أحواله، ولكن شخصية البطل هي التي تفرض نفسها وتتوجه بطلا لهذه المسابقة، وهذا ما رأيناه كلنا وما شهدنا عليه في مباراة النهائي أمام الزمالك. وخلت القضية ممكن مش كده؟ اكيد يعني افشى يعني افراح الجماهير واعلن
اعلن التتويج الاهلي ملكا في اخر يعني في اخر المباراه، وهذا يعني دليل كما قلت على شخصيه البطل، لانه هناك انديه او فرق يمكن ان يكون لها مسار جميل جدا، ولكن هناك انديه وفرق عندها علاقه رياضيه وتعرف كيف تتعامل مع البطولات الكبيره، وهنا التاريخ هو الذي يستظهر نفسه. التجربة حتى لو كانوا لاعبين جدد ولكن يندمجون بسرعة في النادي، وهذا مثال يمكن أن أعطيه على المدرب الموسيماني، رغم أنه مدرب كوب وجاء من فريق سان داونز الذي صنع أمجاده، ولكن هو دخل إلى قلعة الأبطال قلعة التتويجات، فعرف أنه أتى لكي يقدم الإضافة، ولكن كذلك أتى ليأخذ أكثر مما أعطى، لأن النادي الأهلي قلعة التتويجات تاريخ كبير من التتويجات في البطولات القارية وحتى المحلية القارية وحتى الدولية. إذا شخصية البطل هي التي تفرض نفسها في هكذا منافسة. أستاذ حكيم، هل بدون مجاملة، هل ترى أن وجود النادي الأهلي في كأس العالم الآن يضيف زخما على البطولة ويضفي عليها متابعة جماهيرية بشكل أكبر؟ وإذا كان هذا حقيقي مش مستند إلى عواطف الشخصية، ما هذه الأسباب التي تدعوك إلى هذه الرؤية؟ أكيد يعني بتجريد كل عاطفة، ولكن كرياضيين وكمحللين وكأخصائيين، النادي الأهلي هو رقم لا يستهان به ويحترم في كرة القدم الدولية. من الخطائيين العالميين لا يعرف من هو النادي الأهلي. حضوره أو مشاركته في كأس العالم الأندية هي إضافة لهذه الدورة، إضافة لهذه المنافسة. حقيقة هي ستكون المرة السابعة إن لم تخني الذاكرة. السادسة. ولكن الامتياز في هذه المنافسة أو في هذه المشاركة هي أنها ستكون في بلد عربي، سيكون هناك جماهير كبيرة سواء خارج الميدان وبأعداد معتبرة جدا، ونظرا ومحدودة كذلك نظرا للظروف الصحية والتفشي وباء كورونا وكل يعني كيف أقول لك يعني كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها. الظروف الصعبة، ولكن التنظيم الصحي الذي قام به الاتحاد القطري الفقاعة الطبية لكي يخرج بهذه الدورة صحيا وتنظيميا بشكل جيد جدا. إذا النادي الأهلي الآن هو يقدم إضافة لهذه المنافسة، لأنه كذلك يمثل كل العرب، لا يمثل فقط مصر. الآن النادي الأهلي هو سفير لكل العرب، لكل الأندية العربية ولكل الأندية الإفريقية كذلك، لأنه بطل إفريقيا. نادي الأهلي أكثر نادي متوج في العالم بعد ريال مدريد بالتتويجات القارية، أكبر نادي متوج عالميا بالأندية في البطولة المحلية. إذا هو رقم كتاريخ لا يستهان به، ويرغم كل الباقي على الاحترام. الإضافة ستكون كذلك حتى الآن عائد المادي، لأنه جماهيريا النادي الأهلي جماهيريته كبيرة على 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 كل بقاع الأرض. إذا ستكون هناك متابعة، وأظن أنها ستكون دورة ناجحة أكثر من سابقتها، لأنه في عوامل بايرن ميونخ من الناحية الأوروبية، النادي الأهلي من الناحية الإفريقية، الدحيل والسب من الناحية الآسيوية، هذو كلهم عوامل تعطي إضافة لهذه المنافسة من الناحية الفنية، من الناحية الرياضية، ومن الناحية التجارية من حيث البث المباشر لهذه المنافسة. طيب استاذ حكيم، وانت متابع للكرة الافريقية، كيف رأيت تعاقد النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني؟ لأول مرة الشمال الافريقي يستعين بمدرب من الجنوب الافريقي. لكي اصدقك القول، لما انسحب ريني فايل، لما انسحب المدرب من النادي الاهلي او طلب ريني فايلر السويسري، كانت هناك عده اسامي، ونحن تطرقنا في
برنامج الكرة العربية بقنوات الكأس القطرية، تطرقنا إلى هذا الملف وكان من بين الأسماء، لم يكن من عفوا لم يكن من بين الأسماء موسيماني، ولكن كانت المفاجأة عندما علمنا أن الأهلي تعاقد مع موسيماني. ولكن أنا عندي معرفة شخصية بهذا المدرب بحكم أنني كنت ضمن الطاقم الفني لوفاق الصيف وقابلناه عدة مرات ضد صن داون الجنوب إفريقي. هذا المدرب شخصية كبيرة مدين بكل كرة بكل جوانب الخفية لكرة القدم ومن كل النواحي تكتيكية فنية سيكولوجيا، يعني البروفايل كان البروفايل الذي يحتاجه النادي الأهلي. لكن المفاجأة كانت أننا كنا معتادين على أن النادي الأهلي لو لم يستعين بالمدربين الوطنيين كان سيستعين فقط بالمدربين الأوروبيين، وهذه نقلة وضغط يعطيه النادي الأهلي لكل الأندية العربية أنه والإفريقية خاصة أن هناك مدربين أجانب أفارقة يمكن أن يعطوا الإضافة. موسيماني مدرب محترف جدا، تكتيكيا ذكي جدا، يعرف كيف يستغل كل نقاط ضعف المنافس، يقرأ المنافس قراءة جيدة، لا يترك أي نقطة إلا ويدرسها. وأنا متأكد وكنت متأكدا وأنا كنت من الأوائل الذي قال أنه سينجح هذا المدرب، حتى أنهم سموني في برنامج الكرة العربية أني صديق موسيماني، ولا تربطني أي صداقة سوى أني متابع بمسيرته الرياضية متابعة جيدة، وكنت فرحا بما حققه للنادي الأهلي وما حققه مع النادي الأهلي لأنه كذلك سيضفي إلى اسمه الشيء الكبير. الآن موسيماني أقول لو ترك يعمل 3 أو 4 سنوات سيكون هناك يعني طفرة كبيرة أو يعيد أبجد هذا النادي إلى ما كان عليه ويفرح كل عشاقه وجماهيره عبر كل البلدان العربية. أستاذ حكيم، كابتن حكيم، يعني نرجع لخلفيتك الفنية بقى. بهذه الخلفية الفنية كيف ترى مباراة الأهلي والدحيل اللي براها أنا عنق الزجاجة التي يعني إذا عبرها الأهلي نتفائل بباقي المشوار؟ والله شوف، هي في الحقيقة يمكن تكون 50-50. لماذا؟ لأنه النادي الدحيل الآن عرب استفاقة في النتائج، تحسنت نتائجه، تحسن أداؤه ألونغ المهاجم الخطير الذي تم التعاقد معه سيعطي إضافة كبيرة، سيكون كذلك مستفيدا من عامل الأرض الجمهور، وهذا شيء لا يستهان به. الكرة الآسيوية دائما في هذه المنافسات تتألق لأنهم في الأخير بالنسبة لهم هي منافسة لإظهار وإبراز الإمكانيات وكل ما هو إيجابي في هذه الكرة. بالجانب الآخر الأهلي كونه بطل إفريقيا، كونه يعرف هذه المنافسة وتجربته أكبر من الكثير في منافسة كأس العالم للأندية، أظن أنه ستكون 50-50، ولكن ستلعب على جزئيات. الجزئيات هذه هي تجربة اللاعبين، ذكاء المدرب في تسيير المباراة. يمكن أن أقول ومجرد من العاطفة هي 50-50، ولكن الإحساس دائما يمشي إلى الأهلي أنه لو اجتاز هذه المباراة ستكون طفرة معنوية لملاقاة بايرن ميونخ، وستكون هناك كلمة أخرى وسنرى فريق أهلي أقوى وسنرى فريق أهلي ممتع، ولما لا يكرر ما عمله الرجاء البيضاوي 2013 في مقابلته لنادي بايرن ميونخ وإحراجه له في نهائي كأس العالم الأندية. طيب، على ذكر خلفيتك الفنية كابتن حكيم، وأنت مدرب حراس مرمى كبير في وفاق سطيف والمنتخب الجزائري من قبل، كيف ترى محمد الشناوي والمستوى الذي وصل إليه؟ والله شوف، محمد الشناوي أنا أبهرت به لكي أصدقك القول في مباراة هي كانت بالنسبة لي المعيار الحقيقي لمستوى الشناوي، وهي لو تتذكر في مباراة الأبطال إفريقيا ضد شبيبة الثورة في الجزائر. صحيح. لأنه كان فوز الأهلي، وهناك قلت لهم أنه الفريق البطل لازم يجب أن يكون عنده حارس كالشناوي في بطولات إفريقية. والشناوي كان له الأثر الكبير، وكانت له يعني أعطى دافعا كبيرا للأهلي دفاعيا، وأعطى أكثر
ثقة للدفاع الأهلي، وأظن أنه سيتألق في بطولة كأس العالم للأندية، لأنه هذه البطولة يمكن لها أن تفتح أبواب العالمية لشناوي. هو شخصية قوية، عنده كاريزما، وكما سمعت وكما تتابعت بعض الأحداث أنه حتى في مباراة النهائي وبين الشوطين كان من اللاعبين الذين دفعوا بزملائهم إلى المضي قدما، لأنه تعديل النتيجة من طرف الزمالك جاء في وقت حرج، وكان لابد من أن يخرج من صلب المجموعة رجل قيادي كاريزما، وهذا ما قام به الشناوي. إذا الشناوي كحارس مرمى وبشخصيته أظن أنه سيكون له كلمة، وسيكون هو من النقاط قوة الأهلي بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة. ما يعني برضو ما اقدرش افوت الفرصه من غير ما اسالك، كمدرب حراس مرمى كبار، الاتحاد المصري لكره القدم رفع الحظر عن استخدام حراس اجانب وسمح بهم، هل هذا يسري الحراس المرمى في مصر ام لا؟ والله العظيم شوف، انا اقول لك شيء، يعني انا لا يحق لي ان انتقد قرار مثل هذا، ولكن كرايي الشخصي كان من الافضل ان لا يكون. لماذا؟ لانه حراسة المرمى في مصر هي بخير، في حراس مرمى كبار، لو أنت أحضرت لهم منافسة من حراس أجانب، يعني سيكون هناك ضم لبعض الحراس، خصوصا الشباب الذين يعيدون بمستقبل ظاهر. المفروض أنه لا مشكلة في حراسة المرمى في مصر. لماذا؟ لأنه عندك الشناوي، عندك أبو جبل، عندك حراس آخرين، يعني أنا بتابع الحراس في مصر كذلك، هناك كذلك حارس ابن الحارس السابق وهو صديقي وأحييه، نادر السيد اللي مستقبله زاهر. الآن الاتحاد المصري كان يجب أن أقولها كذلك وأعيدها، ليس من حقي أن أنتقد أي قرار، ولكن كان من المفروض أن هذه الخانة تبقى فقط للمصريين، لأنه مدربين حراس كبار في مصر، كونوا حراس كبار، وفي حراس شباب يعيدون بمستقبل باهر. إذا أظن أنه كان من الأفضل أن تبقى هذه الخانة فقط للحريف المصريين. الحقيقة احنا سعدنا بيك جدا يا كابتن حكيم، واستمتعنا بمداخلتك وبتعليقاتك وانطباعاتك الفنية الرائعة. الحقيقة شاكرين جدا، ونلتقي على خير بعد المباراة بإذن الله. أتمنى فقط أن تجمعنا فرحة نتائج طيبة وجيدة للنادي الأهلي في هذه المنافسة وفي دوحة العرب. كنت أتوق أن أزور البعثة وأزور الأساتذة في الفندق، ولكن أنا كنت أتمنى أن احنا نشوفك، لكن هنعمل له كورونا بقى من فقاعة الفندق. إذا أتمنى لكم من كل قلبي النجاح، ومرحبا بكم، وإن شاء الله الأهلي سيكون خير سفير لكل العرب في هذه المنافسة. شاكرين جدا. شكرا جزيلا للمحلل الرياضي الجزائري الأستاذ حكيم سبح، اللي واضح جدا يا باشمهندس عنده متابعة جيدة جدا. أنا يعني فوجئت بمتابعته بالأسماء لحراس المرمى بحكم تخصصه. أيوة. لكن هو حتى ما بيتكلم في الجانب الفني بشكل فني. أيوة. يعني وده المهم، ما يبقاش الإنسان بتجرفه العاطفة أو الأمنية. أيوة. الأمنية تقود رأيه. أيوة. لا، هو الراجل متابع ومقدر للكرة المصرية وللنادي الأهلي، ويعني أعتقد أنها مكالمة بسطتني أنا على المستوى الشخصي. يعني إيه أبرز ما استوقفك؟ أبرز ما استوقفني زي ما أنت قلت كده، حجم المتابعة بتاعته للكرة المصرية، حجم تقديره للنادي الأهلي، قياسه الحقيقي للزخم. أنا سألته هذا السؤال يعني عشان نشوف هو شايف فعلاً، فراح في ذكر فيما ذكر الجماهير. والنقطة دي اللي هتميز، يعني احنا في اليابان كل جماهيرك يابانيين. أيوة. وبيبقوا يعني لا متدربين انهم يشجعوه. يعني هم متدربين انهم يشجعوه. أيوة. جايين يأدوا يعني يوجبوا معاك يأدي واصلة.
يوجبه معاك. وانا قلت تعليق على الياباني انه يقتلك وهو ينحني لك احتراما. ايوه يعني هو مش بالطيبه اللي الناس شايفاها ان ده كده، لكن هو وهو بيقضي عليك لازم يحترم. ايوه فطبعا بخلاف المشاركات هنا في المنطقه العربيه، لا جماهيرك والجماهير العربيه المتابعه للكوره بتاعتك برضو معظمهم بيشجع الانديه المصريه على راسها الاهلي ثم الزمالك والاسماعيلي كمان الفتره اللي فاتت بقاله شعبيه في الخليج. انما يعني المشاعر بتبقى مشاعر، مش ناس قالت لهم انزلوا شجعوا، مش بيوجبوا يعني. ودي بتدي طعم تاني للكوره، بتدي طعم تاني لاحساس اللعيبه. اللعيبه بيبقى حاسس وراه ناس شايله همها. فباذن الله كل دي عوامل تبقى دافعه للنادي الاهلي. بس مش تلاحظ ان احنا عندنا تقصير من قبل محللينا واعلامنا الرياضي المصري في متابعه الشان العربي؟ يعني احنا برضو مقفولين عن العرب بنسبه كبيره جدا، ما حدش كتير متابع للكره الجزائريه، الكره التونسيه، الكره المغربيه، بعكس الاشقاء يعني والاصدقاء من المحللين العرب. هو في برنامج في القناه المصريه الرسميه عن الكره الافريقيه. بس هو انت كده قصرتها على العرب الافارقه. المتابعه العمق العربي بتاعك. هو انا الاوان واحنا في قريه صغيره دلوقتي، العالم كله قريه، يعني ما بقاش حد بيختص بخصوصين ناس وتتفرج عليه ويتفرج على ناس. لا النهارده الدوريات الاوروبيه ليها شعبيه في كل الاوطان وفي مصر. يمكن ولادنا صغيرين يعرفوا اسماء اللعيبه الاجانب اكتر ما يعرفوا اسماء اللعيبه المصريين. صحيح. فاذا اتعمل برامج من هذا النوع يا استاذ ابراهيم مؤكد هتنجح، انك تتابع الكره العربيه في دورياتها المختلفه يعني. وليكن برنامج كده في الاسبوع، اعتقد ان ده مهم جدا للتواصل والمعرفه. دي الدراسه طبعا، محدش يفاجئ بالتاني. ده بالعكس، ده الاطار التنافسي بتاعك. يعني انت بتيجي فجاه هتقابل مولوديه وهران، فجاه هتقابل شبيبة القبائل، فجاه هتقابل مش عارف ايد على كتفك بالوزداد. حاجه مهمه. هتقابل مثلا في المغرب اي فريق غير الرجاء والوداد باعتبار معروفين. بس يعني هو بحكم تحليله في برامج متخصصه قادر يدرك. طيب استوقف حكيم السبع كتير موضوع بيتسو موسيماني، وقال لك انا شديد الحماس له وفرحت جدا لقرار التعاقد معاه. اما جه يتكلم عليه ما اتكلمش عليه بالاستشعار عن بعد، ان القرار اتاخد اما اشوف الراجل ده هيعمل ايه، الله ده نجح. لا، هو قال لك انا واجهته وانا ادرب في الجزائر واحتكيت بيه وعارف ان فرص نجاحه موجوده. اتفاجئت ان النادي الاهلي اختاره، وزي ما كلنا اتفاجئنا. صحيح. لكن يعني اتفاجئنا من باب انه الله، طب ليه لا؟ ايوه يعني هي شجاعه من النادي الاهلي. مش عايزه مناقشه طبعا، جراه شديده في لحظه حرجه وشجاعه، لكن شجاعه محسوبه مدروسة. محسوبه جدا. والحمد لله ان هي اتخذت في السكه دي. نجاح بيتسو ما كانش مفاجئ، لكن اختياره كان مفاجئ. اختياره مفاجئ ونجاحه لا. نجاحه طبيعي. نجاح هو بدل اختير هو توقع له النجاح. لمعرفته بيه. مش من بعد. معرفته واحصائياته، هو بيقول لك انا متابعه حتى احصائيا. هو فنيا، ما هو دي معرفه الفنيه. بالظبط. فهو احتك بيه ولعب قدامه وبعدين تابعه وبعدين فوجئ زي ما ناس كتير فوجئت. الله ده الاهلي صحيح، ليه لا؟ لا الراجل ده هينجح، وابتدى ينجح، فابتدى يؤكد على المعلومات المتاحه عنه بالنسبه للي يعرفوه يعني. اتمنى له النجاح، لان برضه خلي بالك كره القدم مش اللعبه اللي هي مش كيمياء. مش تحط الاخضر على البني يطلع لك ازرق، الكلام ده ما لا. الكره فيها احتمالات مفتوحه كبيره جدا، وما هيش لعبه عادله قوي يعني. احيانا الطرف الاقوى مش بالضروره يكسب. الاكثر توفيقا، التوفيق فيها مهم جدا. لكن طبعا الاقوى عاده بيكسب. فاحنا والاكثر تنظيما والاكثر تصديقا لاحلامه، ودي كلها في صفوف النادي الاهلي. الاكثر ثقه في قدراته.
في صف النادي الاهلي الاكثر تحملا للمسؤوليه تجاه جماهيره ودي في صالح النادي الاهلي. كل دي عناصر ممكن تزود من قدراتك بنسبه معقوله تحقق لك اهدافك يعني. طيب كنت قلت قبل الفصل لو انت بتفكر مع نفسك في تشكيل تقدر تعلنه؟ اه. ايه بقى؟ الجون هيبقى واحد من ثلاثه. واحد من ثلاثه؟ يا فرحتي. بقول لك يا شناوي علي لطفي واحد، لان بقول ليه واحد من ثلاثه؟ لان دلوقتي حمزه خلاص. ايوه. مصطفى شوبير فواحد من ثلاثه. يعني مؤكد. والباك رايت؟ الباك رايت يا هاني يا بيكم يا اكرم توفيق يا حسين الشحات ليه لا؟ ناحيه اليمين يعني. انت بتزنوها قوي يعني. ما انا بدي لك التشكيل محتمل. بدري بانون او سعد سمير او ياسر او ايمن اشرف او ايمن اشرف او ربيع ياسين. اثنين من الاربعه دول. الناحيه الشمال؟ الشمال بقى ما علي معلول او ايمن اشرف او انت ايمن اشرف هتحسبه مرتين؟ ما انت هتحسبه مرتين لان هو عنده الخاصيه دي. وبالمناسبه انا الاوان بقى ان ايمن اشرف ياخد حقه الحقيقه. ايمن اشرف انت كويس ان انت قلت. انا ايمن اشرف اراه افضل مدافع في مصر دلوقتي. صحيح. انا كمان اقول لك على حاجه، واكثر الناس تحمل المسؤوليه وبيشتغل على نفسه. انا عجباني شخصيته. في هدوء شخصيته ومش هجاص، طور يعني نفسه مركز مع نفسه مش بتاع شو يعني. يعني انا تعاطفت معاه نفسيا جدا في وهو بيلعب في سموحه معار، وتروح لوالدته واخته ويتعرضوا لحادث سير في اسكندريه قدام عينه ويتوفى الام والاخت. دي مأساة كان ممكن تهز أي إنسان. بعديها يواصل ويستعيد حياته. لا هو أنت راجل جايب كمان واحد كل الناس بتتكلم عليه، هو ماله مال المساك؟ هو ماله ده راجل باك ليفت، هو ده راجل باك ليفت. واخد بالك؟ فيصبح في منتخب مصر، هو مساك منتخب مصر. هو مساك. وبعدين طب اتزنقت له وراح ناحية الباك ليفت. اللي انت عايزه يأديه ويأديه بإجادة بقى. وبعدين بقى انا اللمسات الجديدة اللي عنده من ايام الكابتن عماد النحاس ما شفناش اللونج باس المتقنة المتسمية. يعني بيسميها للي بيلعبها كامل يوم بدور 10 اهو. يعني انا بسمي الباصة دي لفلان. بالظبط. تلاقي فلان بيشاور له وهو بيبص له ويلعبها له وتوصل بعدها له على الايميل بتاعه. فده كويس. ده تطور ونضج. صحيح. بنوب. بدر بانون. بدر بانون بيعمل دي كمان. كل دي بصير هايل. ما دي كمان دي بتعمل لك ايه اللي هي الموضه الجديده، ابني من تحت ابني من تحت ابني. فاصبحت الفرقه بتبني من تحت من خلال. طب انا خدت منك اتنين في التشكيله. طيب اهو. لا انا بدي لك. لا شوف اي حد انا طبعا بهزر. الملعب هتبقى مبسوط جدا من الو ديانج والسولية. انا بهزر معاك في حاجه. ان انا بقول ليه كده. عشان مش من حقنا نقعد نقول التشكيل اللي مش من حقنا. مش من حقنا. يعني اكرر مش من حقنا نقول التشكيل بخلاف المدير الفني. عشان ما يبانش ان احنا هننحاز لوجهه نظرنا. المدير الفني هو عارف بيعمل ايه وعارف عايز ايه في اللحظه دي من ده ادرى بفريقه. المدير الفني عايز وعارف، والمخرج عايز وعارف، وده همنا الوقت. خلاص كده خدت التشكيل. بعد الهوا هكمل معاك الفرق. وصلنا مع حضراتكم لختام فقرة النهاردة. غدا يتواصل اللقاء من أرض المونديال. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي سفيرا فوق العادة للكرة المصرية والأفريقية، وبطلا شامخا على الدوام. وغدا اللقاء. تصبحوا على خير.